صباح النور ومرحبا بكم في أولى نشراتنا الرياضية لليوم، والبداية بأخبار أنديتنا وتحذيراتها للموسم القادم. فالترجي الرياضي التونسي من المنتظر يلتحق اليوم المدافع ياسين مرياح ببقية المجموعة اللي تحولت الجربة البارح لإجراء تربص يتواصل حتى 2 سبتمبر. مرياح ما سافرش البارح مع المجموعة لأسباب صحية واليوم يلتحق بالفريق. من جهة أخرى، انفيت هيئة الترجي الأخبار اللي تم تداولها حول مغادرة فوسيني كوليبالي إلى فريق آخر، وأكدت كون اللاعب يدخل في حسابات المدرب نبيل معلول للموسم القادم. وفي أخبار الاتحاد الرياضي المنستيري، الفريق يواجه اليوم في ملعب بوعلي الحوار الأمل الرياضي بحمام سوسة. أعلن الملعب التونسي عن انتداب المدافع وسام بوسنينة في شكل انتقال حر. بوسنينة أمضى مع الاستاد عقد مدته زوز مواسم حتى جوان 2024، وباش تكون هذه التجربة الرابعة في مسيرة المدافع بعد حمام لنف، الفريق اللي تكون فيه نادي بنزرتي وأهلي طرابلس اللي فاز معاه ببطولة ليبيا. وكيف كيف أعلن الملعب التونسي على البارح عن تجديد عقد متوسط الميدان الصادق ديدا حتى جوان 2026. كأس العالم في تونس، حدث كبير تنتظره تونس أيام 13 و14 سبتمبر بوصول النسخة الأصلية للقب كأس العالم إلى تونس في إطار الرحلة اللي بدأت من سويسرا منذ أيامات ووصلت الكوريا الجنوبية البارح، وباش تتواصل حتى 14 نوفمبر القادم. 14 نوفمبر التروفي متاع الكوب دي موند باش يكون موجود طبعا في الدوحة. التروفي باش يزور 51 دولة، ولأول مرة في التورني هذا اللي بدأ عام 2006 باش يزور 32 دولة مشاركة في المونديال. بالنسبة لتونس كما قلنا التروفي باش يكون موجود أيام 13 و14 سبتمبر. في كأس إفريقيا للأوسط في كرة اليد، منتخبنا الوطني ضمن البارحة ترشحه إلى الدور النصف النهائي بعد الفوز على البلد المنظم رواندا 43-26. منتخبنا يواجه اليوم في مباراة شكلية طبعا في الجولة الثالثة منتخب المغرب الستة متاع العشية. خارج تونس، يوسف المساكني هداف البارح مع العربي القطري اللي فاز على الشمال ضد ضمن الجولة الرابعة من الدوري القطري. المساكني كان صاحب الهدف الوحيد للمباراة من ضربة جزاء، وهو الهدف الثالث لقائد المنتخب الوطني التونسي في بطولة هذا الموسم. وضمن نفس الجولة، سيلية بقيادة سامي طرابلسي يتعرض للهزيمة ضد أم سليل هدف لصفر في مباراة كان فيها بلال السعيداني أساسي ولعب 90 دقيقة. قبل ما نحكيه على أوروبا، جوست ديتاي صغير، كونه قديدة لمدد عقده حتى 2026 مع ملعب التونسي، هو مهاجم وليس متوسط ميدان. وفي أوروبا، البارسا تعادل في مباراة ودية مخصمة داخلها لإحدى الجمعيات الخيرية مع مانشستر سيتي 3-3. في الدور الأخير لما قبل المجموعات من الأوروبا ليج، برشا مباريات اليوم اللي تهمنا هي المباراة اللي باش تجمع فرانش فاروشي ضد شامروك روفرز الإيرلندي 8 متاع الليل. بطبيعة عيسى العيدوني موجود في القائمة. مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز فريق عيسى العيدوني فرانش فاروشي 4-0. في الكونفرنس ليج في نفس الدور، أياكس سولنا السويدي يواجه سلوفاسكو الستة متاع العشية. ياسين وطه العياري الزوز اخوات موجودين في قائمة أياكس سولنا. في سويسرا اف سي بال يواجه سياسكا صوفيا الستة متاع العشية. سياسكا صوفيا كان فاز في مباراة الذهاب بهدف لصفر. سيف الله الطيف موجود في قائمة اف سي بال. ومول فيرفار يواجه الستة متاع العشية فريق كولن، وكولن كان خسر مباراة الذهاب على ميدانه 2-1، والمرة هذه يلعب مباراة الإياب خارج ميدانه، والياس الصخيري موجود في القائمة. في تشامبيونز ليج الأوروبية تتعمل اليوم الخمسة متاع العشية في إسطنبول في تركيا قرعة مرحلة المجموعات اللي تنطلق بعد أسبوعين. نعطيكم فكرة على الفرق المترشحة وعلي شابو. في الشابولول تم البطل حامل اللقب ريال مدريد مع إنترخت فرانكفورت اللي فاز بلقب الأوروبا ليج الموسم الفارط، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، بي اس جي، بورتو، أجاكس والميلان. في الشابو الثانية تم ليفربول، تشيلسي، برشلونة، اليوفي، أتلتيكو مدريد، إشبيليا، لايبزيغ وتوتنهام. في الشابو الثالث تم بوروسيا دورتموند، شختار دانييسك، سالزبورغ، انتر الايطالي، نابولي الايطالي، بنفيكا، سبورتينغ وباير ليفركوزن. في الشابو الرابع ثم غلاسغو رانجرز، مارسي، كلوب بروج، سيلتيك، فيكتوريا بيلزن، دينامو زغريب واف سي كوبنهاغن. النشره هذه وكل اخبارنا الرياضيه تلقاهم على موقعنا موزايك fm.net.